ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم سلطة البافلو، لذيذة جدا وتنفع عشاء وبنفس الوقت تراها صحية. بحتاج خس امريكي مقطعتها مربعات صغيرة، ذرة، جزر مبشور، وفلفل ملون، وهذا بكورن الدجاج الجاهز سويته بالقلاية الهوائية علشان نبي نحاول نخلي السلطة صحية نوعا ما، ومرة ما فرق عن القلي. وراح أخلط الدجاج بصوص البافلو المدخن والحار. اللي ما يبي الحار ممكن يكتفي بالمدخن، بس هالصوصات مرة لذيذة أصلا في التتبيلات الجنب. ونجي للدريسنج حق السلطة. راح أخلط رانش مع ملعقتين إلى 3 ملاعق زبادي، زيت زيتون، وزعتر، ولتزيين الوجه جبنة برميزان. بخلط هذولي كلهم مع بعض وراح أحط دريسنج عليه. وبالنسبة للدجاج راح أحط عليه صوص تتبيل الأجنحة المدخن والحار. نقلت الدجاج لصحن أكبر عشان نقدر نقلب الصوصات معه. حطيت الحارة، الحين أحط المدخنة، خليها تتشرب الطعم. خلطت بوبكورن الدجاج بالصوصات اللي هي صوص البافلو، بخليه يتشرب الطعم على بال ما أخلط كل مقادير السلطة وأضيف لها دريسنج، بعدين نزينها بالبافلو. وبدخلت السلطة كلها مع بعض، الفلفل والجزر والذرة. نضيف الدريسنج ونخلطه يلا ميكس. خلاص كده السلطة جاهزة للتقديم. بحطها بصحن التقديم وأزينها بالبافلو تشيكن والبرميزان. وهذه السلطة وخلصت، سهلة وسريعة، والأهم من كده لذيذة. لازم تجربونها، بنتظر تطبيقاتكم. وبالعافية. زوم للتفاصيل. يم يمي.